كان انسان مؤمن جدا، متدين جدا، طبعا الصلاه والعمره دي كل شويه والحج وكل حاجه. فبدانا هي دي النقطه اللي احنا نتكلم فيها واللي احنا نشتغل عليها، انها ربنا اقوى من اي مرض ومن اقوى من اي حاجه. وهو حتى وهو رايح وهو يعني في اخر لحظاته كان بيتشاهد، وكان خارج من صلاه الفجر وبيتشاهد ورايح وهو مبسوط. يعني هو ماشي وهو مبسوط، مش ماشي وهو زعلان. يعني في حتى الموضوع كان بسيط لدرجه ان احنا ما بقناش مصدقين. يعني هو واقف معانا وبيتشاهد، وبعدين حط راسه على كتف عمر وقال إنا إلى الله راغبون، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحان الله. وحط راسه على كتف عمر. إحنا أنا بقول له ما تتدلعش يا ياسر، أنت بتتدلع. أتاريه راح. خليني